رمضان هو هذا اخي، اللهم اني صائم. لانه علاش الا غادي بغيت توصل بكري للدار ما يمكنش توصل بكري للدار، تبقى دائما عندك واحد ساعه المكانه، تخرج من الخدمه خصك ساعه المكانه توصل للدار ساعه ونص، وانت راه قريب. انا كنسولها في بورغون، خاص يكون واحد الشرطي اللي غينظم السير. هذه مساله واضحه دون بابا ما بغى كاع نقاش. هذه واحد الشرطي اللي غادي ينظم السير، لانه ها هو داو الدور الخضر عندي، ما غندوش غنبقى واقف. انا علاش ما كاينش ما بزاف، وسيرتو رمضان الناس مش ما كيتعفوش. كلشي على الصبر، حنا مواسعين خاطرنا كنمشيو بشويه، كنوقفوا كنحترموا الاضواء، والحمد لله اللهم لك الحمد، ندوزوا النهار بخير وعلى خير. والناس كيتعصبوا بزاف في رمضان، الله يحسن العوان. كاين البليه البليه، كاين اللي كيكمي، كاين اللي مسكين الله يحسن العوان، وخص بنادم احسن حاجه يوسع خاطره. هو اللي كيكلاكسوني علاش كلاكسون؟ هو راه في نص الوقت راه واقف بلاصتو، والناس خصو يسامح لذاك السيد اللي قدامه مسكين، بس هو يدوز، لان هو هذاك اللي قدامه ما كراش. اتساع الخاطر، كلشي كيدوز باتساع الخاطر. الانسان ما يتقلقش، يدير في باله بان رمضان هذا راه كلشي كيخرج ساعه الدير، وكلشي كيخرج في دقه واحده. خاصو يدير في باله بان راه كلشي بشويه بشويه راه كلشي غيوصل للدار، نجريو غادي نطيحوا في المشاكل ديال حوادث السير. الانسان الا قدر انه ما يخرج في ساعه الدير ويتفاداها يتفاداها. اللي مزروب يمشي يقضي الغرض ديالو، ولكن نكونوا متسامحين في الطريق، نضحكوا مع بعضياتنا، نكونوا متسامحين في الطريق، ما نتقلقوش، ما ناخذوش على بعضياتنا، ما نزاحموش بعضياتنا، ما نتكرفصوش بعضياتنا، راه كلشي غيوصل ان شاء الله.